بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مكان الذي صعدنا بعد الماء يملأ الأرض. صعدنا في مكان هذا وبقينا 5 أيام في مكان هذا. 500 ناس، 500 شخص، 500 شخص هنا وهنا هنا. وهناك. كل هذا مكان ضيق، ولكن بقينا وكفينا 500. كيف كان الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء هكذا؟ لا ننسى، كما قلت، لا ننسى هذا ألم في قلب في قلوبنا. الحمد لله وعشينا. لعل الله، أم أسأل الله ألا يأتينا في كما أتينا أولا. هذا مكان ما كنا، كما قلت، الطعام، ما كنا طعام وما كنا الشراب، ولا نلبس لبسا آخر. اللبس الذي صعدنا هذا اللبس بقينا 5 أيام، ولا غسل، ما كنا غسل، ولا صلاة. الصلاة كانت تسبيها فقط. الماء، المطر ينزل والماء في 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 تحت كان يملأ. ما كنا مكان للخروج. كنا هناك حتى مضى 500 5 أيام. نعم، جزاكم الله خير. يعني الإخوة هنا قعدوا على سطح هذا المسجد كما ترون، يعني مكتظ اكتظاظ غير عادي. ما كنا سقف، ما كنا شيء، كان هنا هو. هنا هو لمدة 5 أيام قرابة 500 شخص. كان الصلاة بتاعتهم تسبيح، وكان لا في أكل ولا شرب ولا حتى يغيروا الملابس بتاعتهم، ولا مكان النوم، ما كنا، ولا مكان النوم، بس جلوس ملتصقين بعضهم في بعض. نعم. جزاكم الله خير ورمضان كريم.